محمد للقرني، القرني تمرير خاطئ، باولو جورج استخلاص الكرة محاولة، ولكن هناك تمرير خاطئ آخر، باص الكرة لعبد العزيز بيمور، كرة للهلال، عبد العزيز يا سلام، عزوز الدوسري، عبد العزيز المهاري، عزوز اللعيب، الهلال يتقدم بأول أهداف المباراة، الزعيم يتقدم الآن، الموج يستقبل البحارة والمد يرفض الحسارة، وعبد العزيز اللعيب، عبد العزيز الذكي في المرمى يضعها ويعلن عن تقدم الهلال بأول أهداف المباراة، كملها يونغ الكوري ويسجل الهدف باسمه، لكن باسم إبداع كرة القدم، باسم جمال كرة القدم، لازم تتسجل باسم عزوز.